هذا كثر السؤال عنه، التبرك بالكعبة وجدار الكعبة هذا ما له أصل، ما له أصل. تبرك بالمباني وبال ما وبالمقامات ما له أصل هذا، ولا دليل عليه، ما عليه دليل. وإنما الكعبة المشرفة يشرع الطواف حولها واستقبالها في الصلاة والحج والعمرة، هذا اللي يشرع. أما التعلق بأستارها أو التبرك بجدارها هذا لا أصل له. نعم.